بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله جميع أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس دورة تعلم استخدام الحاسوب للمكفوفين، وهذه الدورة التي تقيمها شبكة الكفيف التقني العراقي. طبعا بالدروس الماضية تعلمنا عدة أشياء، أخذنا نبذة عن الكمبيوتر ومن وين يتكون هذا الجهاز، وأخذنا فكرة عن شركات تصنيع هذا الجهاز وشنو الأنسب إلي أشتريه ككفيف وراح يتماشى وياي، وأيضا أخذنا فكرة عن الأنظمة اللي تشتغل على هذا الجهاز وشنو النظام اللي راح نشتغل عليه اللي هو الويندوز، ومن شنو يتكون جدار الكمبيوتر، ومن شنو يتكون الكمبيوتر بشكل عام، وعرفنا شنو الهاردوير والسوفتوير، ودخلنا لسطح المكتب وعرفنا نشغل مساعدة تفاعلية حتى نعرف الأزرار، وعرفنا نغلق ونشغل الكمبيوتر، عرفنا أشياء هواية. اليوم راح ندخل بعنصر أساسي لاستخدام الكمبيوتر المكفوفين وهو عنصر قارئ الشاشة. قارئ الشاشة طبعا هو المساعد الرئيسي الأول للكفيف حتى يستخدم الكمبيوتر، هذا معروف عند الكل انه احنا نستخدم الكمبيوتر او اي جهاز تكنولوجي بواسطة قارئ الشاشة. طبعا حكوا الاساتذة تقدموني بالموضوع هذا انه اكو عدة قارئات شاشة واكو عدة شركات مصنعة لقارئات الشاشة، وقلنا احنا بهاي دورتنا وكمبتدئين واللي نصحوا بالاساتذة انه نستخدم قارئ الشاشة الـ NVDA. الـ NVDA طبعا نستخدمه لعدة امور، اذكر منها اولا انه هو مجاني مفتوح المصدر، ثانيا انه الـ NVDA متوفر بعدة امكنة الكترونية تخص المكفوفين او حتى بالمواقع، يعني بعض المواقع اللي ما تخص المكفوفين هي ناشرة الـ NVDA كقارئ شاشة. ايضا سهولة تثبيته باعتبار انه ما يحتاج تفعيل، ما تفعيل على اعتباره مجاني، وتوفر اصواته وتوفر اضافاته، وان شاء الله الاضافات راح نحكي عليها بوقتها. فقررنا انه نستخدم الـ NVDA، وايضا هو خفيف على الكمبيوتر. طبعا هو كقارئ شاشة يحتاج شروحات ودروس واجزاء عديدة حتى نشوف اختصاراته ونعرف ضبط اعداداته، لكن هاي ان شاء الله الشروحات راح تتقسم على اجزاء. اليوم احنا بالجزء الاول وراح نعرف ما يلي. راح نعرف اولا كيفية تشغيل الـ NVDA، ان الـ NVDA مثبت على جهازي لكن شنو الاختصار اللي شغله، وراح نضبط الاعدادات العامة للـ NVDA، وراح نعرف طريقة التبديل بين آلات النطق، وايضا راح نعرف طريقة التحكم بالصوت ومستوى الصوت وسرعة القارئ، واخيرا وليس اخرا راح نعرف كيفية اغلاق الـ NVDA او انماط اغلاق الـ NVDA. طبعا حاليا الـ NVDA مثل ما قلنا نصب على الجهاز، وان شاء الله الاخوان رفعوا لكم نسخة، وايضا بوصف هذه المحاضرة بعد ما ترفع على اليوتيوب راح تشوفون رابط النسخة الموجودة. هي نسخة صامتة مجرد انه يضغط عليها الكفيف او المبصر مفتاح الادخال او بالماوس راح تثبت بشكل تلقائي وبعدين تواصل ويانا. حاليا اريد اعرف انه الـ NVDA شلون شغله، هو مشتغل ومعلق، واحب اعيد تشغيله، او انه هو الـ NVDA ما مشتغل اصلا واحب اشغله، فشنو الاختصار؟ الاختصار بكل بساطة نثبت اصابعنا على الكنترول والالت زين، واحنا عرفنا شلون نطلعهم من خلال المساعدة التفاعلية بالمحاضرات اللي راحت، فنثبت اصابعنا عليهم على الكنترول والالت ونضغط ضغطة خفيفة على مفتاح حرف الالف المقصورة بالكيبورد اللي هو الان بالكيبورد الانجليزي. شريط المهام سمعنا شريط المهام، سمعنا هاي الاصوات اللي تدل على انه الـ NVDA سوى ريستارت او عاد تشغيل نفسه. فهذا المفتاح او هذا الاختصار الـ Alt والكنترول والN او الالف المقصورة راح يشغل الـ NVDA او يعيد تشغيله اذا كان مشتغل لاي سبب ما انت تحب تعيد تشغيله. افتراضيا الـ NVDA بدون ضبط اعدادات ممكن ندخل لقائمته من خلال عنصرين، اولا ممكن من خلال شريط الاعلام
اللي تقدم شرحه بالمحاضرة اللي راحت، انه نضغط على قائمة الابدأ مع حرف اللام الف اللي هو حرف البي باللوحة الانجليزية، اظهر اها، ونضغط مسافة، مسافة، ونصعد بالسهم، تخصيص NVDA، زر NVDA، نضغط عليها مسافة NVDA، قائمة NVDA، رسالة إرشادية، فتحت وياي قائمة NVDA، هذا مكان سطح. وممكن أيضا من خلال زر نضغط الاختصار الافتراضي اللي هو الانسرت وحرف الألف المقصورة اللي هو حرف الM بالإنجليزي اختصار NVDA. الانسرت طبعا احنا حكينا انه الأزرار تختلف من كمبيوتر لكمبيوتر. الانسرت عادة بأكثر الحواسيب يكون بالسطر الأول، سطر الأعلى، سطر الاسكيب والأفات، يكون ثاني أو ثالث مفتاح من الأيمن من الجهة اليمنى. يعني هسا أنا عندي بكمبيوتر الدول اللابتوب عندي الانسرت ثاني مفتاح على الجهة اليمنى، وإحنا ممكن نشغل مساعدة تفاعلية وعرفنا شلون نشغل left control. زين، ونبحث على insert. insert هذا insert. زين ونوصل. فاحنا راح نظل نثبت اصبعنا على insert ونضغط الالف المقصوره NVDA قائمه. فتحنا، قال لنا NVDA قائمه، يعني احنا هسه صرنا على قائمه NVDA. طبعا قلنا احنا NVDA بي هواي امور راح نتناولها ان شاء الله تباعا بالدروس. راح انزل بالسهم الاسفل مره واحده، تفضيلات قائمه فرعيه، تفضيلات قائمة فرعية، راح أضغط على التفضيلات، إعدادات عام ألف همزة تحت الألف، الإعدادات العامة. إحنا اليوم درسنا هو يخص الإعدادات العامة بشكل تفصيلي، لكن قبل ما نضبط الإعدادات العامة أكو موضوع أو إعداد نحب نضبطه يتعلق بلوحة المفاتيح وحتى يتماشى الـ NVDA وياي إذا أنا عندي لابتوب. فراح أترك الإعدادات العامة مؤقتا وأنزل بالسهم. آلات النطق، إعدادات الصوت، صاد، إعدادات البرايل، باء، بعد بالسهم، إعدادات لوحة المفاتيح، لام، إعدادات لوحة المفاتيح، راح نضغط عليهم نشوف شو يقول. إعدادات لوحة المفاتيح، محاورة، نمط لوحة المفاتيح، صندوق خيارات حاسوب مكتبي مغلق، لام، نمط لوحة المفاتيح، صندوق خيارات حاسوب مكتبي. زين، أنا إذا عندي لابتوب حتى يكون الوضع أكثر والاختصارات أكثر تماشيا، راح أنزل بالسهم مرة واحدة، سهم الأسفل، حاسوب محمول، حاسوب محمول، أوكي، وأطلع بالتاب، مفتاح التاب مرة واحدة، استخدام مفتاح تكبير الحروف كمفتاح مصاحب للبرنامج مربع تحديد محدد. هذا استخدام مفتاح تكبير الحروف كمفتاح مصاحب للبرنامج، افتراضيا يكون غير محدد، فأنا أتأكد من تحديده. قلنا إذا أريد نحدد أو نزيل التحديد نضغط المسافة، فنتأكد أنه يكون محدد. إذا ما كان محدد نضغط عليه مسافة حتى يكون محدد، أوكي. وبعدين نرجع بالشفت والتاب الى نمط، الغ، موافق، زر، موافق، نضغط على موافق، شريط، خلاص. هسه احنا عينا انه اللوحه تكون لوحه حاسوب لابتوب، ومفتاح تكبير الحروف خليناه مفتاح مصاحب البرنامج. طبعا مفتاح تكبير الحروف اللي هو مفتاح الكابس لوك، الكابس لوك مكانه تقريبا ثابت بمعظم الكيبوردات الخاصه بالحواسيب، اللي هو السطر الاول من الجهه اليسرى، من الأسفل نحسب المفتاح الأول الكنترول، والمفتاح الثاني الشيفت، والمفتاح الثالث هو الكابس لوك. فهسه احنا عوضا على الانسرت راح نستخدم الكابس لوك، نخليه كمفتاح افتراضي للبرنامج. يعني هسه من راح أقول لك أنا بعد ما أذكر الكابس لوك، من راح أقول نضغط NVDA راح أسميه NVDA، من أقول لك تضغط لي NVDA وفلان شي معناها شنو؟ تضغط الكابس لوك. أوكي، إن شاء الله تكون الفكرة واضحة. هسه راح نرجع للإعدادات العامة. ايش نضغط هسه؟ نضغط الـ NVDA وحرف الألف المقصورة، وآخر مرة نقول الـ NVDA والكابس لوك ضبطناه. NVDA قائمة، تمام. ننزل بالسهم، تفضيلات قائمة فرعية، تفضيلات، نضغط عليها، إعدادات عام ألف همزة تحت الألف، ونضغط على الإعدادات العامة. بعد ما نضغط على الإعدادات العامة راح نشوف أول الخيارات، إعدادات عامة، محاورة، اللغة تحتاج لإعادة التشغيل لتعمل بصورة مناسبة، صندوق خيارات العربية R مغلقة Alt غين. عندنا أول خيار راح يواجهنا بالإعدادات العامة أو هو صندوق خيارات بالأحرى، يحوي على اللغات اللي تدعم برنامج الـ NVDA.
وهو دائم عدة لغات، ممكن نصفحها بالأسهم صعودا ونزولا، ونختار اللغة اللي احنا نحب ونضغط انتر، وبعدين ايضا نضغط انتر لتأكيد العملية. راح البرنامج يعيد التشغيل ويشتغل باللغة اللي احنا حددناها اليه. نتحرك بعد بالتاب، انا اتحرك بالتاب طبعا. حفظ الاعدادات عند الخروج من البرنامج مربع تحديد محدد حفظ الاعدادات عند الخروج من البرنامج، هذا يفضل تحديده او التأكد من تحديده اصلا، لانه راح يحفظ اي اعداد انت تسويه سواء على الصوت او على اعدادات البرنامج، تمام، راح يحفظها ويظل محتفظ بيها كل ما تشغل البرنامج، ما يحتاج بعد انت تعيدها. فيفضل تحديد هذا الخيار حتى يحفظ كل شيء بشكل آلي. اظهار خيارات الخروج عند الخروج من البرنامج مربع تحديد محدد اظهار خيارات الخروج عند الخروج من البرنامج، وهذا ايضا نتأكد من تحديده، لانه احيانا نخطأ بالمفاتيح. عندك مثل الكابس لوك اللي هو الMVDA، ورقم واحد راح يشغل مساعدة تفاعلية. زين، انا ممكن اخطأ اضغط NVDA وحرف ضاد اللي هو اختصار خروج من البرنامج، وراح نتناوله بعد قليل، فهذا راح يخرج مباشرة اذا انا ما محدد هذا الخيار، وراح اكون بدون ناطق واضطر انه اعيد التشغيل، او اذا كنت مو قوي بالكيبورد انه استعين بمبصر. فنحدد هذا الخيار حتى من نريد نخرج راح يطلع لنا محاورة انه انت تريد تخرج، وراح نشوفها بعد شوي ان شاء الله. فنحدد هذا الخيار. تشغيل الاصوات المصاحبة عند فتح واغلاق NVDA مربع تحديد محدد. الأصوات المصاحبة عند فتح وإغلاق الـ NVDA هي الموسيقى اللي احنا نسمعها، اللي سمعناها قبل شوي لما عدنا تشغيل الـ NVDA، هذا المقصود بيها. الخيار إلك إذا تحب تحدد هذا الخيار أو لا، مع أنه هو يفضل تحديده حتى تتأكد أن الـ NVDA يشتغل. مستوى إعداد التقرير صندوق خيارات بياناتي مغلقة التقرير إن شاء الله راح نشوفها غير درس. التشغيل التلقائي بعد الدخول لويندوز مربع تحديد محدد قاف. التشغيل التلقائي بعد الدخول لويندوز، طبعا هذا من الخيارات الهامة، انه المقصود به انه الناطق يشتغل افتراضيا، يعني بعد ما تفتح الكمبيوتر يشتغل من وحدة. اذا كنت تستخدم الكمبيوتر بمفردك، كان كمبيوترك الخاص، تحدده حتى شو وقت ما تشغل الكمبيوتر راح يشتغل NVDA. اذا لا والله اكو ناس مبصرين يشتغلون به، ف ممكن انت تترك الخيار هذا وتشغل الناطق ايش وقت ما تريد بالالت والكنترول والحرف الالف المقصورة مثل ما تناولنا قبل قليل، وهذا الخيار طبعا شيء حرية بالنسبة لك. تشغيل البرنامج عند شاشة الدخول الى ويندوز يحتاج لصلاحيات ادارية مربع تحديد محدد. تشغيل البرنامج عند شاشة الدخول لويندوز، طبعا هذا نحتاجه بال شاشات الآمنة اللي هي تسجيل الخروج ما تسجيل الخروج. إن شاء الله راح تعرفون على شاشات الآمنة في شروحات قادمة، فهذا نحتاج الخيار نفعله حتى ما نستعين بمبصر بالشاشات الآمنة. استخدام الإعدادات المحفوظة حاليا في شاشات الدخول لويندوز وفي الشاشات الآمنة الأخرى يتطلب صلاحيات إدارية زر. استخدام البرنامج بالشاشات الآمنة بإعداداته، طبعا الشاشات الآمنة مثل ما قلنا اي انه هي تتضمن تسجيل الخروج ما تسجيل الخروج، فهذا الخيار اذا نضغط عليه راح ينسخ الاعدادات او ينسخ كل ما يخص برنامج الـ NVDA حتى انه يشتغل خارج الويندوز بالشاشات الآمنة. ممكن هذا يستفيدون منه جماعة الأنظمة العربية ما جماعة الأنظمة العربية، فاحنا بمجرد ما نضغط هذا الخيار نضغط عليه بمفتاح المسافة راح يتحدد، وراح نسمع تنبيه انه هو جاي ينسخ البيانات، راح ياخذ نسخ البيانات والاضافات عدة دقائق حسب اللي انت مخليه الـ NVDA، وراح يقول لك نجاح. مجرد ان تضغط مسافة خلاص ينتهي الموضوع، يشتغل ان شاء الله. تحديث NVDA آليا مربع تحديد محدد تحديث NVDA آليا، طبعا الـ NVDA الشركة المصدرة الى شركة NV Access تصدر من 3 إلى 4 تحديثات سنويا للبرنامج لتصحيح أخطاء تصير بالبرنامج أو مواكبتها للتحديثات اللي تصدرها مايكروسوفت. فهذا المربع التحديد إذا تحب تحدده تمام، راح يظهر لك كل ما يجي تحديث للـ NVDA يجيك تنبيه بعد ما تصل بالإنترنت، طبعا يجيك تنبيه إنه أكو تحديث للـ NVDA إذا تحب تحدث أو لا. طبعا كل هاي
المربعات ممكن نحددها ونزيد التحديد عنها بالمسافة حسب ما نحب مثل ما ذكرنا، وكل هاي الخيارات نتنقل بيناتها بالتاب. راح أكمل بالتاب. موافق زر. موافق، أضغط موافق. سطح. طبعا انتهت الإعدادات العامة. أيضا الخيار اللي أحب أتناوله اللي هو ما يخص آلات النطق. آلات النطق هي يعني الآلات اللي احنا نستخدمها بالبرنامج. ممكن تكون عدة آلات انت تستخدمها، ممكن تستخدم آلات تحوي لغات ثانية، ممكن تكون آلة الفوكلايزر مثلا اللي هي تحوي أصوات عربية غير هاي اللي احنا هسه نستعرض بيها اللي هي الأكابيلو انفو بوكس. أصوات الفوكلايزر تشبه الأصوات اللي عندنا بالأندرويد وآي أو إس وغيرها. فحتى نروح على آلات النطق راح نضغط NVDA وألف مقصورة. NVDA قائمة. تمام. أنزل. تفضيلات قائمة فرعية. أضغط على التفضيلات. إعدادات عام ألف همزة تحت الألف. الإعدادات العامة شرحناها. أنزل بالسهم. آلات النطق ألف ممدودة. آلات النطق. أضغط عليها وأشوف شبيه. آلات النطق محاو. طبعا هسه فتحنا صندوق خيارات ممكن نتنقل بيه صعودا ونزولا، راح نشوف كل آلات النطق اللي عندنا. اكو مشكلة شائعة الحصول بين مستخدمين انه لتعارض ما او مفاجأة راح يشتغل لك هذا الصوت. مباشرة بعد ما تشغيل الكمبيوتر او بعد ما تثبت برنامج راح يتعارض وياه او مكافح فيروسات، راح تشتغل لك هاي الآلة اسمها آلة الإيسبيك اللي هي افتراضيا ويا البرنامج. زين شلون تلغي هاي الآلة او شلون ترجع للآلة القديمة؟ راح نرجع لآلات النطق، نضغط NVDA و1000 مقصورة. NVDA كاف ألف حمزة على اليمين تي. نزل بالسهم. تي في دات يي لام ألف تي كاف ألف حمزة. نضغط عليها. نزل. ألف مات لام ألف تي ألف لام نون تاكا. هاي آلات نطق طبعا هو يلفظها حرف حرف فتحتاج تركز بيها. عوضا عن هذا اكو اختصار سريع ممكن نوصل لآلات النطق اللي هو نثبت أصابعنا على الكنترول والNVDA اللي هو قلنا الكابس لوك. تمام. ونضغط حرف السين ضغطة واحدة اللي هو الأس باللوحة. ألف مات لام ألف. مباشرة وداني مربع خيارات آلات النطق. زين. راح أنزل بالسهم حتى أشوف. مايكروسوفت سبيتش أي بي أي فيرجن 4. مايكروسوفت سابي فيرجن 4. راح أضغط عليها إنتر. سطح المكتب قائمة. خلاص رجعت لي الآلة الافتراضية. هذا كل ما يهمنا بآلات النطق. أما بالنسبة لي إعدادات الصوت اللي هو محورنا الثالث، إعدادات الصوت والتحكم بالصوت من اللي أريد الصوت اللي يقرأ لي، إذا كان عندي أكثر من صوت، مستوى الصوت اللي يقرأ، سرعة القراءة، نبرة الصوت وهكذا. شلون أقدر أتعامل وياهم؟ طبعا بعد ما ضبطنا الإعدادات اللي حكينا عنها ممكن نوصل للخيارات هذه بتثبيت أصابعنا على الكنترول والشيفت والكابس لوك، وهي الصير مفتاح قبل مفتاح، يعني ممكن نثبت عليه اول ثلاث اصابع. تمام. نظل مثبتين هاي الاصابع وراح نتحرك بالسهم الايمن. الصوت سوما عربيك سيد بيفور باي موستافا البري. قال ان الصوت فلان. تمام. اذا يعني انا حاليا مثبت اصابعي، اذا نزلت بالسهم الاسفل او صعدت بالسهم الاعلى اوكي راح يغير الصوت، يغير الصوت اللي عندي. اتحرك بعد بالسهم الايمن. سرعة القراءة 50. هاي سرعة القراءة. حدة الصوت 100. حدة الصوت. مستوى الصوت 70. مستوى الصوت. طبعا باختصار انه احنا هسه اذا وضعنا اصابعنا على الكنترول والشيفت والكابس لوك ونتنقل بالسهم الايمن والايسر، الايمن والايسر راح يودونا على خيارات. تمام. اللي هي الخيارات الرئيسية للصوت، مستوى الصوت، الصوت، حدة الصوت اللي هي مقصود بها النبرة، وسرعة القراءة. زين. أي شيء أريد أغير من قيمته راح أنزل وأصعد بالسهم الأعلى والأسفل وأنا مثبت أصابعي على هاي المفاتيح. للي يحبون الاختصارات أكو اختصار، أكو اختصار سريع اللي هو نضغط الـ NVDA، نثبت أصابعنا على الـ NVDA والكابز والكنترول ونضغط حرف الراء اللي هو حرف الفي باللوحة،
راح يفتح اعدادات الصوت. اعدادات الصوت. زين هنا شلون اتعامل وياها؟ هنا ممكن اتحرك بالتاب. الغاء زر، الغاء زر نشط، الغاء زر نشط، الغاء موافق زر ترديد نسبة مستوى الانتقال مستوى الصوتي شريط صاحب 70 تميم. هاي مستوى الصوت، هنا ما يحتاج اظل مثبت اصابع طبعا. حدة الصوت شريط صاحب 100 حاء. حدة الصوت. سرعة القراءة شريط صاحب 50 سين. هاي انا اتحرك حاليا بالتاب او بالشيفت وتاب. الصوتي صندوق خيارات سوما عربك سي. زين وهاي الصوت والسرعة وغيرها، اي شيء احب اغير بيه ممكن اتحرك بالسهم. الاسهم اعلى واسفل وبعدين اضغط انتر سطح حتى يحفظ التعديلات. محورنا الاخير اللي نحب نذكره بهاي المحاضرة اللي هو اغلاق الـ NVDA او انماط الخروج. احنا عندنا نمطين، ممكن انه اعطل بس الصوت ويظل البرنامج مشتغل بس الصوت ما يشتغل، يعني مثل عندنا ايقاف التكلم او المحادثة بالايفون. هذا الشيء شلون يتم؟ ممكن اضغط على الـ NVDA اثبت اصبعي واضغط على حرف السين ضغطة واحدة. نمط النطق تعطيل. ايش قال نمط النطق تعطيل؟ هسه انا اذا اتنقل هو يتنقل طبيعي بس الصوت انا عطلته ما راح يحكي. شلون ارجع الصوت؟ ارجع اصبعي على الـ NVDA واضغط حرف السين. نمط النطق صفير. صفير. اظل مثبت اصبعي واضغط السين مرة ثانية. نمط النطق كلام. نمط النطق كلام. القائمة بدء زر كنترول. رجع يتكلم تمام. زين اذا اريد اخرج منه شلون؟ اكو طريقتين للخروج، اما انه اضغط NVDA والف مقصورة NVDA قائمة. زين واصعد الخروج من البرنامج خاء. اصعد بالسهم الاعلى سمعت الخروج من البرنامج، اضغط عليه انتر يخرج. اكو اختصار سريع اللي هو الـ NVDA وحرف الضاد، ثبت على الـ NVDA وحرف الضاد الخروج من البر قال الخروج من البرنامج. شوف هنا هذا التنبيه اللي اجاك اللي احنا حددناه قبل شوي، حددنا خيار التنبيه عند الخروج من البرنامج. زين منطي خيار انت تتنقل بيناتهم بالسهم الاعلى والاسفل، الخروج اعادة التشغيل اعادة التشغيل اعادة التشغيل مع تعطيل الاضافات واعادة التشغيل انه تعطل الاضافات، ان شاء الله الاضافات راح نحكي عليها بعدين. اعادة التشغيل في مستوى فحص الاخطاء البرمجية وهاي الشغلات برمجية، هاي خيارات. زين اعادة التشغيل احنا اللي يهمنا انه منطي خيار الخروج الخروج ومنطيك إعادة التشغيل إعادة التشغيل. مثلا إذا نضغط على الخروج الخروج سطح ضغطنا عليه انتر خلاص أغلق، ممكن أعيد تشغيله بالكنترول والألت وحرف الألف مقصورة مثل ما حكينا قبل شوي. شريط طبعا هذا ما يخص درسنا بهذا اليوم، وإن شاء الله أكو دروس قادمة لتكملة البرنامج الـ NVDA الناطق وإن شاء الله أمور أخرى. فأتمنى أن يكون الشرح نال استحسانكم، وأتمنى أنه ما أطلت عليكم، ولأي سؤال أنا بالخدمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.